يلا بس هي على ميدان التفعيل في جمعة التطهير. بس عايزين نصور جوه بقى. جرافيتيز على الحيطة. جمعة ايه النظام؟ جمعة ايه النظام؟ ايوه يا عم خش صور جوه. شوف البلاوي بس يا عم. في ايه بس يا عم مالك يا عم؟ شوف البلاوي اللي جوه. في مالك؟ خربتوها خلاص بقى. ايه اللي حصل جوه؟ ماسك هتغدى فوق عمهم كلهم. عمهم واحد واحد. استنى استنى. عايز ايه؟ استنى. ايه متضايق من ايه؟ كل جوه دول بص كانوا بس بعدين اصلا بيسموا في حسن مبارك. ولا حسن مبارك وحش ومش عارف ايه. حسن مبارك ده كان 100 100. عمل ايه وحش؟ عندك افتكر كده الحرب انت كنت موجود ولا انا كنت موجود؟ ماسك في حرب بتاعت 73 ماسك لما ضرب اليهود وطلع بالطياره زعلهم كلهم. مين ده؟ مين ده؟ هو يا عم حسني مبارك طلع وزعلهم كلهم مفيش حد يعرف الكلام قدامه. عايز يدعي عليا حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ماسك انا عملك دي وخد عندك بقى. بيقول لك دلوقتي عايزين يعدموه. يعدموه عيب عليك. يعدموه انت سواء ترضى ابوك حد يكلمه كلمه وحشه وراجل كبير ترضى؟ ما هو ده مش ابوك يا ابني. هو مش عشان ابوك. طب ما انا عند ابويا ممكن حد شويه يوم جم عند البيت يقول لك عايزين نعدم ابوك عشانهم يعدموه. لو ابوك عمل ايه بس؟ ده انا موته بايديا ومش حد يعدمه. ماشي بيقولوا بقى عايزين يعدموه. طب ليه يا عم دخلت اسالهم بقى؟ طب ليه عايزين تعدموه؟ ماشي يقول لك ايه؟ عشان خرب البلد. مش خربها يا عم خالص. ده هو اللي ظبطها. ليه بقى؟ ظبطها ازاي؟ هقول لك. انت بتقوله اللي مع افتكر وانا صغير كان التلفزيون كان بيجيب لك ايه؟ تمام؟ مازنزر عارفه؟ اهو بتاع حمرا كده وعامل كده مطلع نار وضرب اللي قدامه هو افروديت. ماشي كان بيخليك تفهم ايه بقى لما تكبر؟ ان انت لازم تكون قوي. مش هتطلع نار من صدرك بس لازم تكون قوي. وكابتن ماجد بقى وكابتن ماجد ما كنتش هقولها ام مصعب. كابتن ماجد بقى قعدنا نفرج عليه فهمنا يعني ايه كوره. ماشي خدنا بيها ايه؟ عمال ناخد افريقيا اهو مفيش حد يعرف يغلبنا. كل مره ناخدها احنا كل مره ناخدها احنا هنا ناخدها وبره ناخدها. ماشي وتقول لي على الشغل بقى؟ لا عمل حاجات كتير قوي في الشغل زي الفل. عمل لك ايه؟ الخبرة الكتيره اللي اتعملت دي انت مش فاهمين يعني ايه كوبري؟ هو الكوبري العربيه بتجري عليه وخلاص انت اهبل؟ الكوبري ده اتفضل فاهمني بقى يعني في ناس كتير اشتغلت عليه صح؟ اللي بنوه فاهم برضه محاره اشتغل بتاع الحديد ماشي عمل اسفلت عادي حاجه وبعد ما خلص بقى الناس قعدت في البيت؟ لا في جت عيال تبيع والده وتبيع فل عادي حاجه وفي واحد تاني واقف يبلع حمص سام وبعد زي الفل والناس كلها شغاله اهو اهو ماشي ايه اللي حصل؟ اهو بص الطيارات عماله تلف حواليك هما في حد في دول يروح الشغل كلهم صايعين مفيش حد فيهم بيروح الشغل ولا اي حاجه قاعدين في بيوتهم بيعملوا حاجه اهو ينزل يقول لك اقتلوه اقتلوه. طب ماشي ما هو قاعد هناك اهو اركب اي عربيه بس يكون معاك فلوسها بس اركب سفلقه وروح اقتله على ابوك كلكم على ابوك. تعالى تعالى استنى 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 هو عمل ايه تاني؟ طب حلو يا عم عملك تاكسي الابيض كان الاول تاكسي اسود بس كده وشكله رخم بص ده التاكسي بقى ابيض كده شكله حلو تركب وتركب جوه بقى تلاقي عنده تسجيل وبتاع جديده وعفسه سليمه عمل حاجات كتير وبعدين فيها ايه لما ابنه كان بيقعد يساعده هو انت طب قال له اصل ابوك قال لك انزل مكان افتح المحل والله خلي بالك من حاجه ومش تروح يقول لك تعالى بنتكلم مش ربيت انا ما هو ابنه وبعدين هو سرق ماشي يا عم سرق انت كنت جعان يوم هو ماشي بس كان عندك اكل في البيت انا كان عندي اكل في البيت انت عشان بس دخل يا عم لكن انت كنت قاعد في البيت عشان كده مش هلمك مش انا عندك بتاكل انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل نقاش واسمك ايه؟ لا انت مالك باسم لا يا رب انت عارف يا عم ما انت عايز معاهم جوه انت من مصر هنا؟ من القاهره؟ يا عم من القاهره يا عم ما الفلاح زيك طب ليه الغلط ده؟ خلاص وانت بتتكلم اهو في القاهرة انت بتصرف غلط ده ايه؟ صرف مضاد ده انا مش سيده زينب اما كمان راجل الصرف المضاد دي بقى ابوك بقى بجد اه يا عم يا عم